السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ ياك لاباس؟ منعكم سعدو بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو طفيلات، لي تسمحوا لي حسي مخرشش، خافتني البرد. المهم اضطريت عني نسجل الصوت على هذا الفيديو باش ما نبطع عنكم. المهم طفيلات، بالنسبه لهذا الفيديو بديت معكم من برا. بالنسبه ليوم طفيلات، المهم فطرنا وسافرت الصغيرين المدرسة وقلت نمرق بحال هكا بالعجلة، خاصني شي في اكسيون نقبض داكشي اللي خاصني. قلت ما فيها باس نعد لكم مختطفات، واخا دوك المختطفات ما كيعودوا واضحين قباله، ولكن المهم قلت نعدل شوي شوي هكا. وكيف تعرف دائما اكسيون راس بارك الله دائما الجديد، ديما كاين فيها ديكورات، وراكم عارفين هذو التيندات ولا هذو المجازات اللي كيعودوا فيهم ديكورات وكيعود فيهم المعل. صراحه بلي كتخلي لي ترفدي مسلم، شكون بعد بحالي وكنظن عنه عنهم العلايات كامل بحال هكا، تدخلي شي تين دالي ترفدي واحد المسلم كتصدقينها في دمعك مسايل سبحان الله. المهم هذو كان نعتهم لكم هنا، ردوهم هما كانوا اصلا وردوهم درك، ثمنهم هو اورو 99، زوينين بحال هكا تطرحيهم في ميسه، خصوصا درك رمضان ان شاء الله جاي. وهذو كتحطوا حتى هما فيهم مكسرات ولا البلاطوات، دخلوا هذو حتى هما زوينين، انا عجبوني زوينين، حجمهم زوين وثمنهم كان 5 أورو 95. المهم بالنسبه للبلاطوات وهذا الشراء موجود، وسبحان الله اليوم كان الدوغي كاين. اغلبيه صراحه ملي كنمشي كنجبر الدوغي، مو كاين كيرفدوه الناس، كيبقى له هذا ديال هذا الثانيين كيعودوا، هذا الكري كيعود دائما متوفر، والدوغي صراحه كيطير الصراحه ما كيعود قباله. المهم هون تخطيت كان نعد لكم هذو الوريدات بحال هكا، طارحين هذا شكل وطارحين شكليه ثانيه، وحاطين هذو اللي اصلا كيعودوا دائما طارحينهم، هذو اللي فيهم الالوان. وبالنسبه للجديد حاطين هذو زوينين صراحه، وهذو ديال الشميعات بحال هكا تحطو فوقهم الشميعات. وبالنسبه لبلاد الشبارة هو كل مره الجديد كاينين هذو بحال هكا بالنسبه لما تطرحهم ثلاثه في شي بلاطو، وكاينه حتى هذه الشمعه زوينه عجبتني الصراحه، ثمنها كان 4 أورو 95. وكاينين هذو اللي اصلا ما دالهم، هذو اللي كاين قفلوا بحال هكا، سينو كاينين هذو الثانيين اللي فيهم الدوغي فيهم الابيض، هذو زوينين دائما تقريبا دائما موجودين في اكسيون، وخلقين هذو الفوانيس زوينين الصراحه. وهذا البلا على شكل هذه الشجره ولا وريقه ديال الشجره حتى هو زوين. المهم اكسيون راكم عارفينها ما شاء الله، ديما الجديد دائما كاين ديكورات وديما كاين مسائل جداد. خلق هذا البلا حتى هو زوين ب6 أورو و95، زوين انا عجبني بحال هكا على حسب الفرماج ولا على حسب لي طارت، المهم راه متعدد الاستعمالات وزوين الصراحه، شكله زوين انا عجبني. وخلقين هذو الفرشيطات وهذا اللماس اللي في الدوغي، وهذو هما اللي على حسب لي سلاط ولا شلاضه، زوينين. بالنسبه لهذا الزر ديال الماكياج وهذا الشيء ديال الكوزميتيك، طرحين هذه زوينه كتعطي بها المساج طبعا مع الزيوت، وخلقه ملي هذه حتى هي على حساب ملي المساج زوينه صراحه. المهم كاين الاشكال صافي، غنطفي الناس عند الجوله العجله وهزيت داكشي اللي محتاجه له ورجعت للدار. هون دخلت للدار، راكم عارفين كيعود كيعود الوقت ضيق، ما عندي ياسر من الوقت، صافي تخطيت هون بما انني انا وصغيرين. صافي كنعدل غالبا في الغدا كنعدل داكشي اللي ليه ياكلو هما، راكم عارفين بالنسبه للتريكه صغيرين ما كيبغوا داك بحال الطواجن بحال ديك الماكله اللي كنبغوا حنا، هما ما غادي لهم فيها تقريبا، راهم تركه كامل دنبتهم كيبغوا لا داكشي اللي بحال
بحال لي بيتزا لي برجر تاكوس، المهم لا داكشي التخربيق صراحة. والمهم هون تخطيت كان عدل، بغيت نعدل واحد الكيش في الحاجة للطفيلات بلي بات فيتي. المهم هون حكيت واحد البصيلة صافي، عدلت عليها قدر من الكفتة، العطرية، الملح، الأبزار، شوي من السكنجبير والتحميرة، وشوي من الخرقوم، وصافي من المعدنوس، وشوي من الثوم. هون اللي نتخطى لهذه لاباط فيتي اللي عندي، اللي نسرحها اول شيء، اللي نقبض هذا المول، المول اللي يصلح للكيش، اللي هون دهنته بالزبدة. صافي اللي نتخطى باش نسرح عليه هذه لاباط، ومن فم نعدل الحشوة. بالنسبة لهذه الكريمة اللي نوجد، هون عندي بيضتين، ضفت عليهم هذه الناطة ولا هذا القشدة الطرية، وليه نضيف عليها شوي من الملح، صافي ولي نخلط هذا الشيء، شوي من الثوم بودرة، صافي ولي نخبط هذو المكونات إلين يتجانسوا. صحيح كيف شفتوا الطفيلات، الطريقه راهي واضحه وسهله. مولي كنحاول اني نضغط على الجوانب باش ما باش العجينه تقبض على الشكل ديال المول. وهنا عندي الحشوه اللي وجدت معاكم ديال الكفته، انا هون ضفت لها شي من ليزيبيناغ ولا السبانخ. صراحة هذاك المقطع اللي صورته منين جيت نعدل المونتاج ما لقيته، ما عرفت منين كاسيك ما مسحته. المهم الطفيلات زدت عليها شوي من السبانخ كانوا عندي، وصافي تخطيتهم. كان نعدلها بحال هكا على العجين، بعد لي نكب عليها ذاك الخليط اللي حضرت معاكم ديال البيض والكريمة، وصافي الطفلات هذا هو شكلها النهائي. لهي نعدل عليها شوي من الفرماج الفوق، صافي الطفلات ندخلها الفرن. بالنسبه لهم الطفيلات واقفه واقفه، قلت نعدل واحد الكيكه باش نوجدها بحال هكا على حساب الكوتي ديال العشيه. كيكه سهله الطفيلات. هون عندي 3 بيضات، عندي كاس ديال يوغور، عندي نص كاس من الزيت، وكاس قالو 4 من السكر، شويه من الملح، فاني، وخماره من وزن 16 غرام ولا خمارتين الحمر العاديات. المهم الكيكه والله الخليط عادي كيف شفتوا الكيك العادي ذاك اليوم اللي كنا نعدلو. المهم اللي نتخطى، لين نعدل اول شيء البيض والسكر والفاني، اللي نخبطهم مزيان، وعقب ذاك نضيف لهم باقي المكونات بالتدريج، الزيت وياغورت، ومن بعد الدقيق والخميره. بالنسبه للدقيق هون طفيلات ما طرحته معاكم، نزلت لهين نقبض قدره ولا قياسه بهذا الكاس ديال الياغورت، 3 كيسان بالعبار ديال كاس ياغورت، راكم اللي تشوفوا في الفيديو الطريقة واضحة. Thank you.
صافي طافي الاسهل من وجد عندي الخليط، قبضت هذا المول دهنته بشوي من الزبدة والدقيق، وهون عندي شوي من القرقاع اللي قطعته كيف هاك، وعندي شوي من رقائق اللوز، وعندي قدر تفاحتين صغارات محكوكات حكيتهم في فيك الحكاكة الغليظة. صافي ذاك اللي نتخطى باش نكب هذا الخليط أول شي، وعقب ذاك اللي نعدل فوق هذا القرقاع وهذا اللوز والتفاح بطريقة عشوائية، مهم أنه يجي فوق هذا الخليط. صافي الطفيلات لهن نوزع هذا الشي فوق الكيكه بهاي الطريقه. واخر شي الطفيلات كان قبضو، كان نحكم واحد الكيس ديال الفاني وكنرشو من الفوق، كيجي مذاقها زوين، وكيجي حتى هذاك السكر من فوق الكيكه يجي متقرمل وشوفته زينه. بالنسبه لكيش الطفيلات هذا هو اللي حضرت معاكم، كيجي ساهل الطفيلات كيف شتو، وما كيقبض معاك من الوقت، فقط ذاك الوقت اللي ليه توجدوا فيه الكفته هو اللي كيقبض منكم، وكيتحضر بطريقه سهله، والمذاق الطفيلات زوين ما شاء الله. صافي الطفيلات هذه كانت عشيه النهار، ما تليتش تركت معكم والو، تغدينا وجمعت دوك المال وذاك الشيء راكم عارفين ذاك الهم. وهون كيف قلت لكم كانت عشيه النهار، صافي حطيت هذيك الكيكه اللي حضرت معاكم وطرحت براد من اتاي، وصافي قلت نقعدوا بحال هاك نتفرجوا. صراحه هذا هو الوقت اللي كيعود شوي بحال هاك تقعدي تفرجي، خصوصا ملي تعود مي صاحبها مثلا المدرسه كيعود كاين ذاك الوقت شوي. المهم ما هو كيف ليا مات الثانيه كيعود جري جري، كتعودي باغية تعدلي العشاء، كتعدلي مثلا لا تطرحي الكوتي، كتقومي تعدلي العشاء تباركي مع لي دوفاغ. المهم كيعود الوقت مضروك، النهار اللي كيعود صراحة مي صابحة القراية كيعود بعد شوي الوقت لاباس. المهم نتمنى انه يعود هذا الفيديو زيان عندكم، لا تبخلوا عليا بلايكاتكم وبلا بارتاج للقناة. وهون نعود لحقنا نهاية الفيديو. بالنسبة للكيكة الطفيلة طريقة تجي زوينة وسهلة وهشيشة، نتمنى انكم تجربوها، وخليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.